مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وهنا وسعادة. نعاد علينا وعليكم اليمن والخير والبركات. سعداء جدا من خلال هذه المساحة وهذه المعايدة إنه الليلة نلاقي زول لعب جدا وزول حريف جدا، لعب لمجموعة من الأندية المتميزة، المريخ والخرطوم الوطني وولان قائد الخرطوم الوطني، زول الحريف ونجم الخرطوم الوطني صلاح الأمير. نتلاقى معه إن شاء الله ونمشي معه أكثر من مشوار ونتحاور معه في أكثر من محور من خلال هذا اليوم. السلام عليكم كابتن، كيف أحوالك؟ سنة طيب يا أخي، صحة السلامة قبل على مانيك إن شاء الله. كيف أحوالك؟ تمام؟ الحمد لله والله، كل عام أنت بخير. أهلا من جديد مشاهدينا، ونواصل معكم هذه المساحة ونبتدر دائما من البيت مع النجم المتميز والمتألق دائما صلاح الأمير. صلاح أهلا بك وكل عام وانت بألف خير. انت بألف خير أخي حسام. الواحد بيحيي الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك، ونقول ربنا ينعم على البلد بالأمن والخير والأمان إن شاء الله. نحن نبدأ من العيد ذاته ونتكلم عن تفاصيل العيد وطقوس خاصة. وصراحة اللعيبة محترفين طبعا العيد مرات بيكون خارج التغطية، بيكون في مباريات في تمارين، الإجازة ما بتكون كاملة في العيد، ما بتقدر تستمتع بالعيد زي كل الناس. فكلمنا عن عيد صلاح الأمير. والله يا أخي عموما بنقول اي لاعب في الدوري الممتاز بيعاني في الاعياد بصوره يعني طبيعيه، يعني من معسكرات لمباريات بتكون يعني اوقات بتتضارب مع الاعياد وكذا. في النهايه بنقول اللاعب هو لاعب محترف بيأدي في ضريبه، يعني بنقول في تقصير برضه، في تقصير يعني ممكن ما بنقول مين اللاعب، لكن ظروف الحياة يعني بتجبر الواحد على انه يعني اشياء كثيرة، يعني بسبب المعسكرات، بسبب شنو، ممكن يكون التواصل يكون موجود مع الاهل، الناس بتضغطهم كثير في الحياة، يعني لا الناس بتغدر، يعني بالذات اللعيبه اللي بيكونوا في الدوري الممتاز واغلب اللعيبه بيكونوا يعني من ولايات، يعني من ولايه لولايه، يعني اغلب الفرق بيكون فيها قرابه السبع لعيبه ثمان لعيبه بيكونوا ولايات، صحيح، يعني الناس بتغدر، يعني الناس يا دوب بقت تتفهم حته انه لاعب الكوره بقى محترف ما هو وكذا، الناس بقت تغدر المشغوليات اللاعب وكذا، معسكرات وكذا، مبارياته اللي بتضار مع اوقات العيد وكذا. يعني صلاح الامير ما قاعد يعاني من الموضوع شيء، تلفونات من الاهل والاصحاب، ما في زيارات، ما في تواصل؟ والله لا، الواحد ما بقول ما في تواصل، يعني ما بنقول ما في تواصل، يعني سبل التواصل يعني متاحه، يعني باي تلفونات، بالواتساب، يعني في سبل كثيره بتخليك انك تتواصل يعني. لكن بنقول برضه دي برضه ما بتمنع انه الواحد يصل الاهل الاصحاب الجيران، يعني ما بتمنع، يعني ممكن هاي الوقت بيكون ضيق، لكن في جزء كبير بيكون مغدر الحته دي يعني. ومجينا البيت احنا في بحري، كلمنا بصفه عامه عن مجتمع بحري وعن الجيران. والله بحري يعني لما نقول بحري الواحد ما خلى حاجه، لما نقول بحري الواحد ما يقدر يدي بحري، يعني ممكن يعني ولو جزء بسيط من اللي ادتنا اليوم. يعني مجتمع بحري يعني مجتمع بسيط، مجتمع مترابط اجتماعيا، يعني بنقول فنيا كرويا، اي وصف يعني توصف مجتمع النجوم على مجتمع بحري، بنقول مجتمع النجوم يعني. يعني ممكن اي زول جاء بحري ممكن ما يطلع منها بالسهل، يعني عندنا امثله كثيره يعني ما في داعي للذكر، يعني لكن كل من جاء بحري
وزار بحري وقاعد مع اهل بحري ما يعني طلعت بطبقه صعبه من بحري. نبي من ناس بحري اكيد. وبحري يعني جد يعني بحري جميله بين ناس ويعني زي ما قلت لك ناس بسيطين بيحبوا الناس بيحبوا الاجتماعيات يعني الوقفه مع مع, مع مع الاخوان يعني في حياة كثيره في بحري. يمكن يعني أسين يعني الناس لما يقولوا لك ان بحري يعني يعني الناس بيشوفوها كده يعني بقد يعني بحري ومدرمان وخرطوم في 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 يعني احنا ناس الفن يعني احنا ناس الكوره يعني احنا يعني في اشياء كثيره بقت مربوطه ببحري وكذا يعني. وناس بتحاول تطلع على الحاجه الكويسه اللي عندها اكيد اكيد بيزة. اكيد كله حته يعني بتحب يعني مش يعني اي زول يعني بتاع مدرمان بيقول لك انا شايف مدرمان وكذا لكن احنا نقول بحري لما كله فئات المجتمع. جميل. طيب احنا طالعين من رمضان ما عارف هاي المعلومات الاوليه بتقول صلاح الامير كان جرسه جدا في رمضان. والله ما جرسه لانه نص اليوم يعني اقول كل يوم نص اليوم انا اكون نايم الواحد يمكن يقوم للصلاه وكذا لكن يعني اغلب الوقت بكون يعني بكون متواجد في البيت يعني يمكن الفتره المسائيه بكون متواجد في النادي يعني يعني ما بشوف بالذات للعب الكوره المحترف ما بلاقي صعوبه في رمضان يعني. مع انه لعب الكره المحترف الصعوبه احيانا بيكون في التمارين. لا والله اديك حاجه يعني يعني احنا يمكن السنه دي ما تمرنا عصر يعني احنا ثلاث سنه اربع سنه اللي ورا تماريننا كلها كانت بالعصر لانه كان الملعب ما كان يعني مجهز بال يعني التمرين بالعصر يعني مع الصيام الموضوع لا لا طويل. لا عادي يعني بقى عادي يعني هسه اللي وبشوفه يعني كويس جدا يعني انك تتمرن قبال الافطار وكذا يمكن يعني انت اول يوم بتشوفه صعب يعني زي الصيام لكن لما تتمرن اليوم الثاني يوم الثالث بتحس بالحاجة يعني هي مرهقه وفيها تعب وكذا لكن لما تجي بتكون ماخذ راحتك بالكامل حتى بعد الافطار يعني تاخذ راحتك بالكامل وكذا يعني الناس هسه بيشوفوها حاجه مريبه وكذا يعني هسه اغلب الانديه اللي بتسافر برا برضه بتتمرن ممكن الجو مختلف يعني في دول الاجواء مختلفه والجو يكون بارد لكن هسه يعني احنا يعني دي السنه يعني يمكن السنه دي ممكن ما تمرن العصر يعني ما كان في النشاط ما كان في كذا ما كان في برمجه بتاعت مباريات ما كان في مبارياتنا كان كلها يعني تماريننا كان كلها بالليل لكن بنشوف يعني في الدوري الافريقي والانديه الافريقيه والدول الافريقيه انديه كبيره جدا بتلعب مباريات يعني في الاوقات العصريه مباريات بتكون نهاريه في رمضان الموضوع ده بيكون صعب. والله هو صعب لكن زي ما بتقول دي بعد كده بقت مهنه ما فيها يعني ما فيها صعوبه يعني الست الليله الزول الشغال بيطلع من الصباح الساعه 7 بيجي راجع داره الساعه هو صايم 6 يعني هو صايم يعني انا بشوفه ما زاد تاثير يعني انت كلها 45 دقيقه كان قسمتها تلقى روحك جاري لك فيها زي 5 دقائق يعني كان قسمتها زمن المباراه عليك يعني تكون جاري لا على حسب الخصم يعني حسب الخصم يعني انت حسب يعني ما بنقول حسب الخصم عموما يعني ما بتكون جاري اكثر من 5 دقائق 7 دقائق يعني الحدود دي لكن بشوف هي بقت احترافيه يعني دي مهنتك يعني بتاكل منها عيش يعني بيقى الكوره يقول لك عصر حتلعب عصر يقول لك الظهر حتلعب عصر حتلعب ظهر ما فرق يعني بقت يعني حاجه طبيعيه الناس حتى الناس يعني انت لما يقول لك مثلا لاعب في بطوله افريقيه لاعب بالعصر حتغلب نفسك انك تتمرن عصر حتغير برنامج يعني حاجات كثيره حتتغير. جميل. طيب صلاح طالما نحن في البيت يا ريت تعرفنا وتعرف كل من يتابعنا الان والوالد والوالده يعني اقول لهم كل سنه وهم طيبين واخواننا اللي ما معانا هنا في الدار معانا يعني اقول لهم كل سنه طيبين ربنا يخلي لكم ويحفظ اولادكم ونشوفكم السنه الجايه يعني في كل سعاده ان شاء الله نجي لهم كلهم تحيه. في زول منهم يعني مارس الكوره في زول منهم بعشق عشق خاص كده والله ما في يعني في بيتنا ده ما في كان عندي اخويا اللي اكبر مني يعني على الدين عثمان يعني بحيومي هنا بقول له كل سنه طيب يعني هو كان بيلعب في درجه ثالثه يعني ما كان ساعي في الكوره كذا شديد انه هو ما وصل لمستوى يعني ما وصل لمستوى احترافيه وكذا يعني لكن كان مميز يعني ما يعني كان مدافع متميز وكذا لكن احنا كنا بنشاهده وكذا لكن ما عندنا زول يعني شديد كده على الكوره كذا يعني اخذنا منه ولا كذا يعني. الوالد ما كان عنده علاقه والله الوالد كان بدري يعني ذاته بيحكي الوالد كان
كان بيلعب كورة لكن يعني بيحكي لنا لكن نحن طبعا يعني بيحكي بأنه زامل كذا وزامل كذا وزامل كذا لكن ما شفت الحاجة دي لكن احتمال أخذناه منه ما شفناه لكن أخذناه منه. جميل. طيب دول المعسكرات دائما في الفنادق مع اللاعبين الأجواء بيكون كيف؟ منزل البخرك فوضى كده من الزملان. والله أنا كان قلت لك حاجة زمان كان في حاجة يعني المعسكرات كان بتختلف بس المعسكرات فيها اختلاف من مدري يعني زمان المعسكرات كان بيكون مختلطة يعني هسي الوضع يتغير المعسكرات بقت في فنادق كله اثنين في غرفة يعني وزايد عليه جاس ثقافة المدربين الأجانب بقت في انضباطية عالية في المعسكرات يعني يمكن ما زي زمان المعسكرات كانت زي الوضع لسه الوضع الحالي يعني في حيات أشياء كثيرة تغيرت يعني بتلقى أي واحد يعني متواجد في غرفته وكذا يعني المرقة بيزمن الوجبة بيزمن يعني ما زي زمان يعني الوضع يختلف يعني. طيب صلاح خلينا نتكلم عن التواصل الاجتماعي مع الزملان إذا كانوا في الفريق أو إذا كانوا الزملان القدام من الناس اللي رافقتهم في الأندية القديمة اللي أنت لعبت فيها إذا ما كنت الأمير أو أنت برضه لعبت في المريخ. والله يا أخي التواصل يعني ما انقطع يعني أنا أي زوز عملته في الضمير مش في الضمير يعني من الناشئين عشان أنا أقول لك يعني عندنا يعني متواصلين يعني أي مرحلة أي واحد زاملته متواصلين يعني ولليلة يعني أنا علاقاتي يعني يمكن ما انقطعت بأي زول زاملته يعني يمكن في ناس يعني المشغوليات اللي اخترب والكذا لكن الحمد لله يعني الواحد متواصل مع الناس كلها وفي أي يعني 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 في ناس أنا يعني يمكن أنت في أي مجتمع في أي نادي بيكون عندك الناس المقربين لك يعني يمكن ده بيكون متواصل معانا أكثر يعني عكس يعني أغلب الناس يعني يمكن تتواصل معانا فترة لفترة لكن في الناس يعني يمكن في ناس المريخ لحد الآن علاقاتي معهم متواصلة وبيمشي لهم وبيجوني في البيت وبزوره لكن في الناس اللي يعني بقول لك يعني الظروف بعدتهم شوية كده لكن الحمد لله الواحد ما انقطع من الناس ومتواصل مع الناس كلها يعني. ورينا عندنا أسماء زي منو مثلا والله يا أصحابي برضو ولا ما في؟ والله لا والله أنا عكس الناس يعني ممكن في أي يعني أغلب الأندية يعني بكون يعني عندي فوق ناس يعني محمد سفاري في يعني ممكن ديل أنا يعني كنت قريب منه يمكن قلق لحد ما جه معانا الخرطوم يعني المتواصل معاون وكذا يعني ممكن ناس حمود وكذا من الهلال لحد ما المريخ علاقاتنا كلها متواصلة ومترابطة يعني. صراحة بصراحة علاقتك مع المطبخ كيف؟ والله المطبخ طبعا الكاميرا فيها حنخش المطبخ ونشوف يعني والله ما كذب عليك والله ضعيفة جدا جدا الله يعني يطول لنا في عمر الوالدة واختنا قاعدة معانا هنا يعني جد يعني ما اخفي عليكم حاجة يعني تعذبنا انا شديد يعني بالذات في رمضان يعني رمضان يمكن يعني طول السنة انا دي يعني الوجبات ما باكل برا البيت 30 يوم في رمضان ما بكون برا البيت يعني كان جيت أي وقت في رمضان كان جيت التغا يعني جيت أي وقت في رمضان تلقى أنا قاعد في البيت ممكن الوقت اللي بكون معه يعني زمن التمرين لكن تاني أي وجبتي في البيت أي حاجة في البيت ممكن ما بطلع يعني من أجل التمرين تاني ما بطلع واليوم كله بكون في البيت يعني ده شهر يعني لكن تاني الأيام العادية ما ممكن ما أقول لي وجبتين في البيت يعني الله طول لنا في عمر الوالدة عليها جابر الله الصحة والعافية. طيب نحن حنطلع معك وحنشوف مجموعة من الذكريات تحديدا في نادي الأمير نشوف نتكلم عنه رأيك شنو؟ فوات جميل. مشاهدينا الكرام نتواصل معكم عبر هذه المساحة وهذه العادية الجميلة مع النجم صلاح الأمير خليكم دائما معنا وكل عام وانتم بألف خير وصحة. بتواصل معاك صلاح ونحن الآن معاك في عربيتك وطلعنا انت مع القيادة دي من زمان ولا
لعبه جديده؟ لا والله ما هي جديده. طولتها حريف كوره وحريف عربيه. والله الغريب انا الغريبه حريف سواقه. اكثر من الكوره يعرف؟ الكوره ما بدقشوك بيجي بدقشوك ساقي. الغريب انا بالعربيه ما حصلت دقشتها، لكن ممكن يدقشوا بها. جميل. طيب احنا معنا مسجل العربيه، علاقتك شنو بالموسيقى بصفه عامه؟ وتسمع لابن الفنانين شنو الاغاني؟ والله انا بسمع لاي فنان، مش لاي فنان، لاي صوت طروب يعني زي ما بقول. يعني انا انا معصر شويه كده يعني، انا من عشاق يعني ناس بحري، مرحوم محمود عبد العزيز، جمال فرفور، يعني اغلب الفنانين بحري يعني انا تلقاني لون يعني بستمع لون يعني. وبرضه يعني برضه عشان ما نقول ان احنا برضه عندنا اخواننا برضه مدرمان، يعني فنانين برضه نستمع لهم يعني. يعني اقول اي فنان شاب بغض النظر عن بحري ولا مدرمان. اي فنان شاب. جميل. طيب يعني صلاح بداياته مع الكوره، متى بتتذكر كده انت بدات تلعب كره القدم؟ وهل كنت بتتوقع انه انت تمشي في الدرب الاحترافي ده؟ والله يا اخي انا بدون يعني الواحد اي زول قال سؤال زي ده ممكن يقول لك يعني انا والله يا اخي انا من صغير ناس يعني ناس الحله الكبار هم بيشوفوا فوقي يعني ممكن ابقى لاعب يعني انا صراحه بقول خدمتني الظروف انه لقيت معي يعني ناس يقفوا جنبي يعني كثيرين يعني والحمد لله حلتنا يعني نقول المزات يعني زاخرة كانت بلعيبة يعني نقول علون لعيبة كبار يعني دي 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 الحاجة اللي خدمت الصلاح في المجال يعني في المجال لا 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 الرياضي يعني. يعني أنا ممكن أكون بديت يعني من الناشئين وزي ما قلت لك ممكن شافوا فوق الموهبة، لكن بعد ما لعبت في الأمير يعني تمنيت إنه أنا أكون لاعب كورة كبير وكذا يعني تمنيت الحاجة دي يعني سعيت إنه الحمد لله الواحد يعني ربنا. تتذكر تسجيلك كيف كان في الأمير؟ والله أنا كان قلت لك تسجيلي في الأمير ده كان تسجيل عادي، تسجيلي في الأمير يعني صاحبته يعني مشاكل كثيرة يعني زي ما بقول يعني. زي شنو؟ يعني والله يا اخي كان بين مؤيدين ومعارضين انه انا اسجل في النادي يعني بين مؤيدين ومعارضين يعني انا اسجل في النادي يعني دي المشكلة يعني. والحمد لله يعني بشوف انه يعني واحد ربنا كرمه لعب من هذا الضمير ما خيب ظن الناس اللي يعني لا 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 يعني دعموه يعني من يعني بقول اخوي وصديقي مستر السعودي واخونا محمد حسين حبه يعني كان لون الضلع الاكبر انه انا اكون يعني لاعب كره قدم يعني عموما مش لاعب في نادي الضمير ولا كذا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتواصل معكم في هذه المساحة مع النجم صلاح الأمير. صراحة أهلا بك من جديد، وأنا عاوز أسأل يعني صراحة في فترة من الفترات كان قريب جدا لتسجيل نادي الهلال. قريب دي أنا يعني يمكن يعني ممكن حاجة يمكن تكون فايتة على الناس. أنا الهلال كنت متفق معه السنة الثانية ليه في الخرطوم، كنت متفق معه ده قبل ما تمشي المريخ.
قبل ما اجي المريخ كنت في خرطوم خرطوم ثلاثه يعني كان اتصالات كانت جاريه وكذا. لكن انا يعني في حاجه في كره القدم دي اقول لك قسمه ونصيب غير قسمه ونصيب يعني برضه في اسباب كانت يعني كان في اسباب مش نقول يعني انا يعني قعدت مع صلاح ادريس واخونا الصحفي خالد عز الدين واخونا مدسر علي البشير. مدسر علي البشير ده كان رئيسنا في نادي المنير هو اللي كان قايم بال يعني الصبغ يعني لكن انا بقول ما انت في النهايه يعني انت ما انا حبقي يعني لاعب لما انت خلاص تبقى في لاعب محترف. انا مضيت خرطوم ثلاثه كان لاعب محترف لما تخش في عمل الاحترافيه بتبقى ما بتقول الماده كل شيء لكن بيتعامل مع الناس باحترافيه حتى الادارات بتتعامل معه باحترافيه. يعني بشوف كانت مش بقول جده المريخ كانت اسرع من الهلال وكذا لكن يعني من هنا يعني برضو بعيد على الأستاذ الشاعر يعني الراغي الأستاذ فتح الله إبراهيم ومولانا أسهري فتح الله يعني بحيهم من هنا هم يعني القاموا بال يعني القاموا بلون الدور الأكبر انتقالنا للمريخ من يعني من الهلال. يعني أنا كنت متفق مع الهلال وهي حاجة لكن بقت المسألة بقت الجدية في التعامل. وانا كنت يعني كنت حر يعني ما كنت عندي التزام مع نادي الخرطوم يعني الا الالتزام الادبي وكذا يعني و يعني بقول سرعه برضه الرئيس جمال كانت واستاذ فتح الله مولانا يعني هي اثرت انه انا امشي المريخ. والحمد لله في النهايه هي كره القدم هي يعني نقول قسمه ونصيب ورزاق يعني انت ممكن تكون على بعد خطوات من نادي بتغير مسارك. لكن انا تغيير مساري ما كان بمشكله ولا كذا ولا انا شلت قروش ولا كذا كان كل اللي حصل انه كان ما في جديه لقيت من طرف ثاني في جديه انتقلت للطرف الاخير يعني ما كان يعني سببت لي مشكله انا ذاته يعني ما كان سببت لي مشاكل ولا كان عندي مشاكل مع الطرف الفلاني ولا كذا كان مشكله لكن كلها كان بقول هي ارزاق واقسام يعني. جميل. طيب بعد ذاك بعد ما قاتل الأحمر الفترة اللي أنت قضيتها في الأحمر تقدر تصفها كيف؟ والله أنا بشوفه فترة يعني أنا قضيت في المريخ سنتين لكن أنا بشوفه زي اللي قضيت لي 10 عوام يعني من الحب اللي لقيته من الاحترام المبادر من الجماهير وكذا بالليلة يعني أنا الحاجة اللي بحمدها كثير والحمد لله يعني أنا لليلة ما ندمت إنه شطبت انا شطبت من المريخ مش شطبت يعني فنيا. دائما لاعب الكوره لما اقول لك مش شطب فنيا ده انت عارف منه هو ده لعب. يعني ليه قدام يعني حاجه حتى اللعيبه انا شطبت اداريا. انا بقول في السودان في ادارات ما عندها في خبره كره القدم وارد وكثير. وانا في الوقت ذاك يعني ما يعني سبحان الله انا في المريخ ما كان عندي ذاته يعني ما عندي علاقه مع اداري ولا عندي كده ولا ما عندي حاجه يعني زول بلعب كورتي وامشي كده. لكن ممكن اقول لك حاجه يعني لو كان ما بقول انا لو كان عندي ظهر ولا كده لكن لو كنت انا علاقاتي اداريه بحته ممكن وانا الحمد لله انه انا المريخ السنين اللي قضيتها اديت سنتين اللي قضيتهم أديت يعني مش أديت. أنا لما يشهد لي مدرب بأنه أنا كنت مستواي كذا وكذا أنا الحاجة دي بخطها في راسي. لكن أنا لما مثلا ألقى إداري هو لا يبغى كرة القدم يقول لك فلان ده كذا ولا فلان ده كذا بشيله وترجع وراك. ولو أنا كنت بسمع ولا كذا ما كنت بلعب كورة الحمد لله لليلة بلعب الخرطوم الحمد لله الحمد لله. لكن من خلال كلامك عاوز أقول إنه كرة القدم في السودان إذا ما كان عندك علاقات مع الإدارية ما تتقدم بالذات في هلال المريخ يعني. لكن أنا بشوفه أنت الليلة في الهلال والمريخ في حاجة يعني أنا يعني بتمنى هي تكون فيه الصبر على اللاعب ده. أنت الليلة لما تنضم لك عرضي مع لاعب أديه أنت ساعة سجلت اللاعب ده هل هو اللاعب ده ما جدير إنه يلبس الشعار بتاعك ده؟ جدير إنه يلبس الشعار ده هاي ولا ما جبته من الشارع جبته من النادي وجبته كده ودفعت له مبالغ كذا وجبته انت ادي اللاعب ده يعني فرصه اطول يعني. لكن احنا هنا يعني احنا يعني في السودان عموما مش في كره القدم عموما ما عندنا صبر في اي حاجه.
لو كان عندنا صور في اي حاجه للليلة ما كان مدارس سنيه ما عندنا. عندنا يعني حاجات كثيره بقت ما في يعني وماشي هي في ضرر اللاعب يعني للاجيال الجايه. يا سلام نتكلم نحن خلاص نحن الواحد كان له 5 سنين 3 سنه عرف، لكن اللي بتضرر الاجيال الجايه اللبنه شنو وضعها الناس للاجيال الجايه عشان عشان عشان, عشان تبقى لعيبه كوره ولا عشان السودان يكون فوق كوره؟ ما في ما في اي حاجه، ما في خارطه الطريق، ما في اي حاجه، بس الناس ماشيه رزق اليوم باليوم. عشان كده نحن يوم فوق. تفتكر الحل شنو؟ الحل؟ الحل والله يا اخي انا كل مره بقعد كده بفكر، يعني انا ما حاقول كلام سياسي ولا كده، لكن الناس تولي الرياضه شويه اهتمام، يعني تضع زول مناسب انت مناسب. انا زول لعبت كوره وكذا وزول جدير انه اكون وزير شباب ورياضه، اكون وزير شباب ورياضه، زول جدير لعبت كوره. انا بقول لك لعبت كوره انا 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 الحمد انا انا سي اقول لك حاجه، البرامج البحث يعني انا عندي 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 حب استطلاع، يعني بحب استطلع يعني الدوريات المصريه، البرامج المصريه الرياضيه وكذا. يعني لما تلقى انه في الدول اللي حواليك يعني انه الدول القريبه، انا بتكلم اوروبا ولا العين لاوروبا، احنا لانه احنا بعيدين كل البلد، نتفرج في التلفزيونات الكره الاوروبيه، لكن احنا نشيل من الحياه القريبه لنا. لان التلفزيون في مصر انت لعبت كوره بتخش تلفزيون عشان تحلل وعشان تتكلم وعشان تكون ذاته اداري، يعني دي ذات الثقافه دي احنا ندخلها. يعني احنا عشان كده احنا اي يعني احنا يعني انا بقول انا احنا المهندس ممكن يبقى رئيس اتحاد، المهندس ممكن يبقى لاعب كوره، لاعب الكوره ده ما اسي. ونحن عندنا مشكله في السودان، الناس كلها بقت اللاعب ذاته ببطل بقى متجه للتدريب، السودان كله دار مدربين، يعني ذات في حد ذاته دي ذات مشكله. يعني السودان كله دار مدربين، اي واحد دار يبطل دار ياخذ كورسات في التدريب. الناس مفروض يعني نظرتها تتوسع اكثر، يعني انه الناس تفكر في العمل الاداري، في التخطيط الاداري. يعني هسه انا الليله اي واحد بيقول لي ترى تخلي الكوره، بس انا اخلي الكوره ابقى مدرب، بس انت تخلي الكوره معناتها تبقى مدرب. يعني دي ذاته نحن دي ذاته نحن العقليه ذاته المفروض تتغير، المفروض تتغير. يعني انا احنا بخطط منه للاجيال الجايه كتخطيط اداري، كتخطيط دائره كوره، اللي بخطط منه هو اللي بيعمل منه. انت الخبرات دي خلاص، انا لاعب كوره خبراتي بس في الميدان، انت لازم عندك خبراتك برا، انت شفتها وكذا وكذا. لازم عشان كده لازم تتغير حياه كثيره وافكار تتغير. ما اي لاعب كوره داري يخلي الكوره الجندري، يعني ما ما ما, ما. كده الكوره حتكون في محلنا ذاته، احنا ما حنكون عاملين حاجه. لو ما لعبت الكوره دي كلهم فكروا انه الواحد يمسك مناصب رياضيه في الكوره يديروا الكوره وكذا، ما حتقدم الكوره. وانا بقول لك ديك اشارتك على الحته دي 10 سنه اللي قدام كان احنا ماشيين بصوره ما حنعمل فيها. نعم، بتتكلم عن الاحترافيه في كل مناحينا، في الاداره، في كل المناحي المتعلقه بكره القدم. خلينا نتكلم على احترافيه لاعب كره القدم في السودان. اللاعب السوداني الى اي مدى هو قريب من الاحترافيه؟ الاحترافيه في اللاعب السوداني ما حتتفضل. ممكن اللاعب السوداني يعني انا اتعامل عامل احترافي لنفسي، يعني واحد بيقول لك اسي لنفسي في حيات كثيره، في حيات كثيره. يعني انت انا حاقول لك انا مبسطه العمل الاحترافي في ممكن في 4 نوادي في السودان عشان الناس ما تكذب ساكت ولا تقول. هلال، مريخ، خرطوم، واحد شندي، ده الشغل الاحترافي. بس دي الانديه دي الشغل الاحترافي بيتعامل احترافيا مع لاعبه، يعني بتتعامل يعني بتستقطب محترفين، بتتعامل مع المحترفين ذاتهم باحترافيه. انت كونك انت تجيب لك محترف وتعامله بهاوي ذات مشكله، لكن بتتعامل مع المحترف واللعيبه ذاتهم يكونوا انت بتتعامل باحترافيه. الاحترافيه هي شنو؟ الاحترافيه حاجه بسيطه، انت انا بديك وبحاسبك، ما اديتني ما بديك، دي الاحترافيه. وممكن احاسبك في اي حاجه، بس الناس ما فاهمه الاحترافيه، معنى الاحترافيه هي شنو؟ انت كان ما اديتني انا بديك ما بديك. والاحترافيه زادت هي كان ما زادت السقف بتاع 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 بتاع, بتاع لا 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 يعني حافز التسجيل كان ما زاد، وتقصد عليه مرتبات واتعاملت في المرتبات احترافيه، برضه ما حتطبق الاحترافيه. لكن لما انا مثلا اديك قروشك كامله، هي نحن ما بنقول كده، لكن نحن كله في تطوير الكره السودانيه، لكن برضه بنقول الوضع الاقتصادي. يعني في ناس يعني بيعولوا على الكوره دي، بيعولوا بقى اسر، يعني حتى انت كان اديته حافز اللي هو اللي ممكن تلقى داري يفكر داري يرفع هذا تلقى يعني. لكن لابد انها تتغير، الاشياء دي كلها لابد تتغير، ويجي الزمن حتتغير، لابد انها تتغير. هسه نحن ماشيين بطيبتنا زي كذا زي كذا، ما حنتعود باحترافيه. بس انا ذاته هسه انا ماسك عقد احتراف، لكن الاحترافيه كان قريت البنود اللي فوق وذاته بنود ذاته ما فوق حاجه كذا يعني.
الاحتراف ده لما نقول لك احتراف انا والليله بيكون مرتبي عالي. لما تخصم مني في عدم تاخير لدقائق ولا ثواني، لما تخصم مني عدم تاخير لما كده انت تقول انت محترف، لكن ممكن في حاجات كثيره لاعب ممكن ما يسافر، ممكن ما يسافر. يعني نحن نتعامل بحسن النيه، يعني ما يعني نتعامل باحترافيه ولا كذا ولا كذا. الانديه بتدلل اللعيبه؟ والله في الدلاله، الدلاله ده موجود، مش في الانديه ذاتها، في الانديه الصغيره والكبرى يعني الدلاله ده موجود، والدلاله ده بعد الحين يعني في اوقات كده حوجه للاعب، عشان كده بيجي الدلال في اوقات يعني معينه. لكن كمان الدلال لما يفوت حده دي بتبقى الكارثه. يعني انا والله ما عارف، لكن انا في الخرطوم ده ما فخر، لكن ما قابلت دلال، ما فوق دلال لانه اصلا ادارتنا تتعامل باحترافيه، انه ادارتنا يعني ما ندر انه يجوك تمرين، ما ندر يعني كل يعني الاشياء ماشيه بقنوات، عشان كده بتلقى انه ما في دلال. الدلال ده لما تلقى الاداريين حولك في التمرين، كل تمرين في التمرين كل وقت معك كده بتكون هو الدلال. والدلال هسه انا ذاته كان بدل اللاعب، والاداري بدل اللاعب، اللاعب ده كان مات، انا بدل بغيره ثاني. فانا نفس الليله ممكن اللاعب ده اشوفه ادى، انا ساكت اجي بالشارع شايف اللاعب ده ممكن يديه قروش، ممكن من برا يجيك الحاجه دي. لكن انا بقول لك لما قرب الاداريين كثير مع اللعيبه هو اللي بيجيب الدلال، بيجيب بيفقد بيخصم حياه كثيره. تكلمنا عن فترتك في المريخ، وصلاح الامير قال انا شاطبي ما كان فني. طيب عاوز تقيم لي فترتك فنيا في المريخ. والله انا بقيمها انه انا استفدت منها ماديا، استفدت منها يعني في حياتي الرياضيه، في حياتي الاجتماعيه، يعني كلها استفدت. ويعني وقابلت ناس، يعني انا سعيد انه ذاته تعرضت لهم في المجتمع المريخ كذا. ولليله الواحد الحمد لله الواحد يعني في اي مجتمع بيمشي بتاع المريخ براسه مرفوع، والناس يعني بتبادلك الاحترام وبتحبك. يعني انا تكفي حاجه واحده، لما انت تمشي في الشارع في اي مكان ويقول لك يا اخي انت حرام يشطبوك، لما تلقى زول زي ذا اي يعني مش انا اسف، كان استاد لاعب، كان كذا، كان واحد من الجمهور في اي مكان، لما يقول لك انتوا حرام تمشوا من الحته دي خلاص. ثاني فضلت حاجه، فضلت عشان كده بقول لك انا الشطب لما يكون اداري يكون انت مرتاح. انت تلعب، انت تلعب ما قدمت للمريخ. انا سنتين المريخ ده في لعيبه قاعد 8 سنه، لكن السنتين اللي قضيتهم ما ممكن ما ادوا. يعني انا سعيد انه يعني 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 استفدت فيها كثير. يعني لقيت مدربين بمستوى عالي، لقيت اهتمام بمستوى، يعني في حاجات كثيره، وانا افادتني هسه اللي بلعب في الخرطوم افادتني الحاجه. جميل. طيب نحن عاوزين نمشي للخرطوم الوطني، وبرضه من المريخ الى فتره الخرطوم الوطني. والله الخرطوم الوطني هو انا ما بقول انا فريق ولا كده، هو بيتي. يعني في اي وقت انا يعني الخرطوم الوطني ده في اي وقت انا ضربته دي بعديها، يعني بعديها متى ما يعني الخرطوم الوطني هو صلاح. يعني خرطوم ثلاثة، يعني عشان برضه ما نظلم الناس المتمسكين، في ناس متمسكين الليلة بقول لك الخرطوم ثلاثة، دي الناس المتعصبين وكذا. لكن الخرطوم الوطني يعني أنا بقول مدرسة متفردة يعني في كل شيء. يعني فريق، أنا فريق يوم بتنقصه حاجة واحدة، يعني الإنجاز، يعني منصات تتويج من التوج وكذا. يعني فريق، يعني انا بقول فريق كامل مكمل، وعشان الناس ما تربط حاجه الخرطوم الوطني، يعني خرطوم ثلاثه خرطوم الوطني، عشان الناس ما تقول يعني ما تربط انه الليله الناس بيقول لك ان احنا لو لقينا امكانيات الخرطوم الوطني ممكن نكسر المعنى. لا، ده كله كلام ساكت. انا ما حاس كورنديه، في انديه عندها قروش وغنيانه ومليانه قروش، وين الموضوع؟ القروش ما كل حاجه، التخطيط. الخرطوم الوطني انت الليله تعالى كان مسكت اي اداره في الخرطوم الوطني تلقاه هو لعب في النادي، لعب درجه ثانيه، يا لعب، يعني ما تلقى لك عضو بتاع مجلس اداره في النادي ما لعب كوره، كله الناس ممارسوا الكوره، من رئيس النادي لاصغر زول هنا الناس ممارسه الكوره. يعني اسي يعني انا عشان كده انا في اي مكان، يعني في اي حته، يعني بيتكلم عن التخطيط بقول فريق الخرطوم الانديه، مش انا عشان بلعب في الخرطوم، لكن الحاجه دي انا شفتها قدامي. يعني انت لما يقول لك انت رئيس نادي، يعني رئيس نادي انت ما بتشوفه الا في الكوره. يعني الحاجه، يعني النقله العالميه هسه انا قاعد اقول الناس ممكن تستفيد من تجربه الخرطوم الوطني في في في, في الاداره، تيجي تستفيد منها في اداره الكوره. تشوف اداره الكوره كيف تتعامل مع اللعيبه، كيف الاداره تتعامل مع اداره الكوره، كيف يعني هسه احنا اي لاعب ما عندنا يعني التخطيات في اي شيء، ما في
ولا عندها لاعب، بس الليلة أنا عندها لعيبة قاعدوا سنتين وثلاثة ما عارفين الرئيس النادي ممكن ولا شافوا، يعني ممكن يسمعوا هو النفيدي، النفيدي ضمنه لكن هو ما عارف إنه يعني مش 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 الرئيس عامل عزلة بينه ولا كذا ولا كذا، لكن في قنوات وي لاعب والله العظيم أنا بقولها أسي مش بقول لك أنت في النهاية أنت تخاطبك مع الرئيس في شنو ولا شنو؟ هي مشكلة صح؟ مشكلة في شنو؟ ما عندك مشكلة، المشكلة دي هي أنت وصلت رئيس القطاع الرياضي خلاص محلولة، عشان تصر الرئيس ذاته مرحلة بعيدة. لو الناس اتعاملت هنا في اتعاملت الأندية اتعاملت بالمنهجية دي في إدارة الكرة في الإدارة، تأكد إنه ممكن نكون عندنا جيل، عندنا جيل منظم. عشان كده أنا حتلقى مشاكلنا كثيرة، اللاعب الفلاني عمل مشكلة، عمل مشكلة مع رئيس النادي ورئيس النادي ليلا ما عنده رئيس نادي، رئيس نادي هذا ما قاعد يخاطب للاعب ولا قاعد يتكلم مع لاعب ولا يضرب التليفون للاعب ولا كذا. عشان كده أنا بقول هي تجارب الناس تستفيد منها، يعني تجارب زي دي أنا بستفيد منها، لكن عيبنا هنا كل واحد ما داري يشيل منه أخوه. يعني أنا داري استفيد من حسام دم، أقول له ممكن أقول لك حسام يا أخي ورينا حاصل مش عندنا مشكلة كبيرة، ما في واحد يعني بقول يستفيد منه أخوه ولا أخوي ده أحسن منه ولا كذا، يعني ده المؤخرنا وحكم متأخرين كذا. بصراحة نحن يعني هنتكلم أكثر إن شاء الله عن الخرطوم الوطني، وفي محاور كذا هنهبش فيها إن شاء الله في الخرطوم الوطني والقيمة برضو في الأولمبي، لكن قبل كذا هو تاف المدرجات والجماهير. صراحة الأمير بيتعامل كيف مع الجماهير؟ والله يتعامل فوق كل المحبة والاحترام والود، يعني الجمهور طبعا هو عنده مشكلة، بس دار اللاعب يكون فوق يعني طوال أنت في الطوق يعني يعني لا ما بيقبل انك انت مش حاجه كويسه. انت عودته يعني انا عندنا جمهور في السودان عنده مشكله كبيره، انت عودته على حاجه انك انت مستواك 90% ما بيرضى انك تنزل له 75% ما بيرضى يعني ما يقول اللاعب عنده ضرب ولا عنده كذا ولا كذا ولا كذا، دايرك انت تكون طوال في التزيين انت عودته عليها بأداك يعني، لكن ما بيقبل ولا حتى ولا بقول الزول ده مثلا عنده كذا ولا ما بطلع لك عذر، العذر ده ما في، لكن انت 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 زي ما عودتهم انت تكون قدر الحاجه اللي عودتهم عليها. يعني ممكن لعيبه كتار يعني كان يعني واحد بيكون مستواه في يعني في العالي لكن حصل له ضرب، ان الجمهور ما بيقبل، الاعلام ما بيقبل، يعني دي ذاتها مشكله يعني لازم برضه دار لها خط رجع يعني. يعني احنا ذاتنا من ضمننا احنا ذاتنا كان وقت من الاوقات كان بيكور كلنا يعني وحصل لنا ضرب، انا قلت لك انت لما يحصل لك ضرب وما تلقى سند معك دي المشكله. يعني لما احنا يعني من ضمننا كان بيكور كلنا سايق صلاح، يعني سايق صلاح دي طلعت يعني من يعني يعني من المدرجات يعني الناس بيقولوا مزمل ابو القاسم، لكن الوقت انا بقول حصل لي ضرب، انا في المريخ ما بكذب انه حصل لي ضرب، انت 6 شهور مثلا بيكون مستواك في العالم يمكن حصل لك ضرب في حاجه معينه في كذا في كذا، لكن الناس ممكن الجمهور ما يقبل حاجه زي دي. تواصل معكم مشاهدينا الكرام عبر هذه الساعه، خليكم دائما معنا. تفضل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتواصل معك صلاح الأمير عبر هذه المساحة، وكنا نتكلم على الخرطوم الوطني. ودائما المتابع الخرطوم الوطني يشوف إنه النادي دائما بيكون موجود في المناطق الدافئة. المناطق الدافئة دي يعني إحنا قاعدين يعني ما قاعدين نزعى إنه ننافس في مراكز متقدمة. لا هل في سعي؟ لا في سعي، لا مش في فشل ولا في سعي. طالما الاداره بتعمل انه تنافس يعني لمراكز متقدمه
ومحافظ على مركز هو اللي هي فوقه يعني بين الثالث والرابع، تأكد إنه هو في عمل. يعني أنا الإدارة ساعد إنه تعمل شراكة مع جهاز الأمن والمخابرات، ده برضو ساعي إنه الإدارة ده تغير من خارطة الكرة السودانية. لكن تغيير 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 الشيء ما بيجي بين يوم وليلة، بالذات في كرة القدم. يعني ما بين السنة دي إنه خلاص أنا عملت كده وجاتني قروش كده وأنا أنافس هلال المريخ. أنت بتنافس في 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 قاعدة جماهيرية كبيرة، بتنافس في يعني يمكن البلد مقسومة، السودان كله مقسوم على فريقين. صحيح. يعني نحن بنقول الإدارة بتعمل، مش بنقول لتغيير خارطة الكرة السودانية، للمنافسة للمنافسة. لأنه يعني نحن يعني لما أنت تحضر في 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 إحصائيات في إحصائيات في إحصائيات في تلفزيونات في برامج في برامج في دول مختلفة عن الدوري السوداني، لما نقول لك الدوري السوداني إحنا من عرفنا الدوري السوداني محصور بين هلال المريخ، معناته ما في تغيير في خارطة الكرة السودانية. يبقى انه انت الليله ما دام الخرطوم ساعد انها تعمل يعني شراكات ذكيه مع جهاز الامن، اهل الخرطوم يعمل شراكه مع 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 الجيش، اهل شندي الرائع له صلاح الدين، في في عمل. الناس العمل ده تصبر، العمل ده انت داير لك سنين والحمد لله بقت تظهر اثاره، انك لما تعمل بنيه تحتيه تعمل لك ملعب، تجيب لك جهاز فني بمستوى عالي. يبقى انه في عمل، العمل ده الناس تصبر عليه، وحتى الناس كلها ما خلاص من يوم وليله. دي الحاجه اللي ضار البلد. يعني اي واحد انت جبت مدرب بمستوى عالي كبير، انت داير نتائج في 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 يوم واحد. يبقى انه كان ما في استقرار في كل العناصر دي وفي صبر، يبقى انك انت ما حتكسر القاعده. جميل. لكن يا صلاح لو تتفق معايا، حاليا القيمه هي مسيطره يعني سنوات طويله جدا على على الدوري والكاس وكل المنافسات الرياضيه في السودان. 200 احنا حنشوف انه القاعده دي تكسر. شوف واحد من الانديه زي الخرطوم الوطني على سبيل المثال يكسر القاعده دي ويتوج مثلا بطل للدوري الممتاز. والله انا اقول لك حاجه، يعني دي حاجه انا يعني 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 معايشه وحاسبها، يعني حتى في ادارتنا في نادي الخرطوم الوطني هم ساعين مش ساعين، يعني بيعملوا يعني وبيجتهدوا انه ينافسوا. انت ليه ما بين يوم الليله انا اقول داري زي هلال مريخ من الحته دي. يبقى لو ما في دوري، الدوري عباره عن 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 عن, عن تنظيم 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 مباريات، عن الملاعب بمستوى عالي. يبقى المنافسه دي انت ما منافسه كده. انا الليله كخرطوم وطني انا انا الليله ما عندي قاعده جماهيريه، يعني عندي مجلس اداره وعندي يعني جماهير قليله يعني بيشجعوني، يعني وزايد المحبين اللي بيحبوا. يعني في ناس في السودان كله بيقول لك احنا بنحب خرطوم وطني، اداء خرطوم الوطني. يبقى انه كان دار كثير الحاجه دي، كان ما بقى في عداله منافسه. انا بقول عداله مناسبه في برمجه في تحكيم في كذا، ما في نادي حيكسر القاعده، مش بنكسر القاعده، ما في نادي حينافس يعني. عداله المنافسه، برمجه المباريات، التحكيم، الناس دي كلها كان ما بقت بتشتغل بعداله، ما يبقى ما في زول كذاب زول. وانا بشارطك وبراهن على الحته دي، ما في زول بيقدر ينافس هلال المريخ. لكن برضه احنا بنقول يعني ما 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 ما, ما يعني خرطوم يعني مشاركاته الافريقيه، انا بقول يعني عدم استقرار بتاع الجهاز الفني، يعني عدم استقرار بتاع الجهاز الفني هو القاعد هو اللي بيؤدي لانه خروجنا المبكر طوال في البطولات الافريقيه. لانه يعني وعندنا مشكله ذاتها، بقت انك انت كل ما تجي تسجيلات بتودي لك بتشطب لك قرابه السبع لعيبه وبتجيب لعيبه ثاني، وانت مقبل على البطوله في شهر 2 وتسجيلاتك في شهر 12. يعني في عوامل الناس لو ما اداركت انه التسجيلات الرئيسيه دي الناس تتعامل معاك كتكمله للنواقص بتاع الفريق. يعني عنصر انت تجيب لك عنصرين هو يشاركوا في الكوره الافريقيه، مش انا اجيب لي سبع ناس. يعني استدار الانديه كلها بتشارك افريقيا يعني. لكن انا بقول الخرطوم يعني ماشي في الطريق الصحيح، يعني ماشي في الطريقه الصحيحه. حتى البطوله الافريقيه الناس ما تشاهم انه هو بيطير من الدور الاول، لكن بيجي الوقت اللي بيكون يعني الخرطوم بصمته في 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 الخارطه الافريقيه، يعني في المشاركات الافريقيه. الدوري الممتاز ده احنا بنقول الناس شغاله وماشيه في تطور، وان شاء الله يعني نسمع يعني الناس تسمع تشوف الخرطوم بشكل مغاير حتى في الدوره الثانيه وفي السنين الجايه ان شاء الله. جميل. الاضافات المنتظره من المحترفين في كل الفرق في الدوري السوداني على وجه الخصوص والتحديد الخرطوم الوطني، هل المحترفين الان الموجودين شكلوا فعلا اضافه والحاجه المرجوه منهم قدموها؟ والله يا اخي انا مع احترامي للمحترفين يعني بقول انا أنا حال الإضافة لما نقول للفريق نقول هل طورت من الدوري السوداني، هل طورت من المنتخب؟ أنا لما نسيت أقول لي صراحة ما بقول لك، أنا كان قلت لك ممكن أقول لك في فريقي في ذاك يقول لك اللاعب الأجنبي طور، هل حاجة ظاهرة في المنتخبات؟ لا، ظاهرة في الأندية. لكن ما بنقول إنه هن برضو المحترف الأجنبي ده يصور،
زي ما اللاعب الوطني ده صور الاجنبي ده داير له صور 3 سنين 4 سنين حتى يتاقلم مع يتاقلم ذاته مع وضع البلد. يعني بلدنا دي احنا داير 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 الواحد اغلم عليها يعني بيئتنا ما زي البيئه اللي بيجي منها يعني في حاجات كثيره دايره دا وهنا البلد انت جيت محترف معناته هو الليله بكره يجيب لك 5 اجوال يعني برضه العقليه كانت تغيرت مع اللاعب المحترف برضه حنستفيد منه حاجه. المنتخب الوطني والله المنتخب الوطني ده نحن نقول انا واحد ناس المنتخب الوطني ده والله ما عارف قلت ما فيه كفايه يعني على المنتخب الوطني لكن بلخصها في حاجه واحده المنتخب الوطني ما عنده وجع بس بلخصها في حاجه واحده ما عنده وجع. أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نواصل معكم هذا الحوار في هذا العيد السعيد مع النجم صلاح الأمير. صلاح أهلا بك، ونحن لسه مواصلين كل بنتكلم على الخرطوم الوطني ومشاركاته الأفريقية وخروجه للبات متكرر. تكلمت عن الأسباب، هل نستطيع القول أنه الخرطوم الوطني أصبح يشارك خارجيا من أجل المشاركة فقط؟ والله الخرطوم ما بيشارك من أجل المشاركة، لو أصلا كان بيشارك من أجل المشاركة ما بيزعل يستقطب مثلا لعيبه محترفه يعني بمستوى عالي مدرب بمستوى عالي وبيعمل في بنيات تحتيه لو يعني من اجل المشاركه، لكن احنا بنقول هو يعني بيزعل يعني الخرطوم يعني حضوره في المشاركات الافريقيه يعني ما كثير يعني ما كثير يعني 5 مشاركات و6 مشاركات، لكن بنقول هو يعني نحن ما بنشوفها هي اي مشكله، لكن يعني حابب نشوف هي انت لو دار تشارك في البطولات الافريقيه يعني في سلبيات كثيره نحن ناسي اخذناها يعني بنشوف كاداره اخذت كجهاز فني اخذ كلعيبه اخذ يعني بنشوف ممكن بعد 2 بعد 3 الخرطوم ممكن تلقاه وما راح نقدم البطوله الثانيه. هسه لا بيقولوا اي قالب الخصم ضعيف ومتاهل وعنده مدرب بمستوى عالي ومتاهل، لكن برضه يعني في توفيق يعني ما لازمك تصبر وتعمل، لكن لو الناس كلها يعني اتكلمت وقالت ومشت بالكلام انه النادي مستقر ماليا وما دار يمشي بطولات كده ما حنمشي. لو الناس تصبر انه يعني هاي دي السنه الثالثه انه طلعنا من الدور التمهيدي، لكن انا بشارك على حتى انه الخرطوم 2 3 سنين حيكون عنده وضعه في المشاركات الافريقيه. اتمنى ذلك ويصل لمراحل قادمه اكثر ان شاء الله خلال البطولات القادمه. نتكلم عن صلاح الامير، واحد من اقدم الكباتن في الدوري السوداني، الكابتنيه وهذه الشاره والمسؤوليه. طيب لان انا بقيت كبير جدا لكن اقول يعني والله يا اخي ده ذاته يعني شرف لي انه انا اكون يعني اقدم كنت في الدوري الممتاز. لكن بعد الكلام ده حيطلعوني انا زول كبير جدا، انا ما كبير، لكن يعني بشوف انه انت كلاعب ما يعني متى ما انت بتلعب كره قدم يعني تبذل كره قدم في النهايه عطاء، متى ما انت ما قدرتها طوالي تبذل، لكن نحن بنقول يعني انا كصراحه قادر انه احافظ على وضعي ويعني وضعي متى ما حسيت انه انا ما بقدر بأقرب يعني لاعب بشوفه فوق صلاح الأمير بشوف خالص صلاح. جميل. صلاح في مجموعة من الشخصيات في حياتك أنا شوف تأثيره، شوف أنت حتقول لنا عنها شنو. جاهز؟ أوكي. جميل. نبدأ بين حاليا المدير الفني للخرطوم الوطني الغالي كواسي أبيع. والله يا أخي قول يعني مدرب يعني غني عن التعريف يعني. يعني الخرطوم استقطبوا يعني مش انا اسي ما اخذت انه هو يغير في نهج الخرطوم، في حاجات كثيره احنا يعني يغير في خارطه الكره السودانيه، وفي حاجه انه انا يعني الحاجه اللي يعني بتاثر الناس وكذا يعني ليه ما يعني اسي مدرب زي ده ليه الناس كلها بتستفيد منه؟ يعني البلد تستفيد منه، المنتخبات تستفيد منه، بيمنع شنو انه الناس تجي لاداره الخرطوم تستاذنها انه المدرب ده
يضع برامج لمراحل سنيه. يعني في حاجات كده انت بتاثرك يعني بتاثرك انه انت يعني انت لما تلقى لك يعني 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 مدرب بمواصفات زي دي انت ما تلقاه بسهل. يعني ممكن هي الانديه في السودان هي اللي بتجيب مدربين بمستوى عالي، الهلال، المريخ، الخرطوم، اهلي شندي، هي اللي بتجيبه. ونحن ما مستفيدين منه الحاجه يعني، انا احنا كالبلد ما مستفيده منه. هاي النادي بيستفيد بيجوا لعيبه، لكن انا الليله المنتخبات ما تستفيد منه. هاي النادي جايب، وانا الليله لو 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 انا اتحاد عام عايز مصلحه الكره السودانيه انها تتطور، ليه ما اخذ اذن من الانديه انها تدي؟ المدرب ده كان وضع لي خارطه بتاعت لناشئين وشباب بس، ادونا شنو ما في نادي يمنعنا. لكن احنا زي ما بقول احنا 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 الناس في في, في جهه، والناس اللي بيديروا الكوره في جهه، يعني ما في يعني كل زول بيدير في الحاجه يعني يعني مصلحه الكره السودانيه الناس ما خدتها من او يعني الاولويات. ودي الحاجه المشكله سيدي، الحاجه الطامه الكبرى لحد اللي احنا مدرب منتخب معي يعني كان جينا يعني عملت حاجات كثيره ما صح. يعني البلد احنا ما هاملينها في المنتخبات. مامون النفادي، مامون النفادي رئيس الرؤساء نقول يعني زول يعني يعني من الاداريين يعني جد يعني تقف قدامه وتحترمه جدا جدا. يعني انا يعني سعيد انه يكون هو في 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 غيادتي يعني في نادي الخرطوم الوطني. ونقول برضو الرياضيين في السودان برضو اجحفوا بحقه. الراجل 30 سنه رئيس نادي الخرطوم، اقدم رئيس في النادي، في اقدم رئيس نادي في الدوري الممتاز في السودان، يعني جدير بانه نحن عم نقول الدوله تكرمه، نقول الرياضيين يكرموا. يعني زول لا مل من العمل الرياضي، واصل في مسيره تطوير الكره السودانيه وبزعه بالفي بالما يعني انه يعني المفروض يعني الرياضيين يزعوا انه يكرموا يعني الرئيس في 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 غامه السيد مامون النفادي. نجم جميل جدا، وانا دايما بقول زول الحريف صراحه الامير، شاكر لك جدا اليوم انه كنت معنا في المشوار ده من كده في اكثر مكان، و شكرا برضو لسعة صدرك للإجابة على أكثر من سؤال وأكثر من محور. شكرا لك وكل عام وأنت بخير وأنت طيب إن شاء الله. وفي الختام نتيح لك الفرصة عبر الكاميرا لتحيي كل من يتابعنا الآن عبر شاشة الشروق، وتهني الكل بالعيد السعيد، وأيضا كلمة لكل جماهير الرياضة السودانية. والله يا أخي بهني كل الشعب السوداني بالعيد السعيد، وكل سنة وأنتم طيبين، والرياضيين بصفة خاصة، وأهلي وإخواني وأصحابي كلهم يعني فردا، وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين في العيد السعيد. وبخص برضو إخواني في قناة الشروق والقاص العامل، وأخونا حسام بقول لكم كل سنة وأنتم طيب مقدما. طيب يا سيدي، وإن شاء الله يعني نلتقي في 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 فرصة يعني يمكن أوسع من دي، وبرضو يعني بقول لكم تاني كل سنة وانتم طيبين، وربنا ينعم السودان بالأمن والاستقرار إن شاء الله. جميل، شكرا لك صراحة الأمير، شكرا لسعد الصدر، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام للمتابعة دائما. وصلنا الآن إلى ختام هذا المشوار في هذه المساحة، شكرا لكم دائما على المتابعة، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وبركة وهنا إن شاء الله، وفي أمان الله.